يعني الدوام لله، لكن كل فنان ونجم كبير بيموت بيترك حتة أو بياخد معاه حتة من قلبنا وحتة من وجداننا، بقاء لله. الله يرحمه، كان إنسان كريم وكان إنسان بيحب كل الأجيال اللي موجودة وبينصحهم، والبقاء لله. ربنا يصبر أسرته. البقاء لله. ربنا يرحمه يا رب. كل الحاجات الحلوة والكويسة اتقالت على محمود في الكام يوم اللي فاتوا، هو يستاهل أكتر من كده. الله يرحمه. البقاء لله. حد من أهم فنانين عصره، وراجل قيمة كبيرة جدا فنان، ومش إحنا بس خسرنا، العالم العربي كله خسره. البقاء لله حبيبتي، ما فيش حاجة ممكن تتقال. نجم كبير راح مننا، وفنان هيفضل طول عمره معانا، مفيش اي حاجه ممكن تتقال اكتر من كده. ربنا يغفر له ويحسن اليه ويصبر اهله. احنا فقدنا نجم من نجوم العرب، الله يرحمه، استاذ محمود عبد العزيز. عمره ما هيتعوض، اسرى الفن بفنه وحبب الناس فيه، وربنا يرحمه ويحسن اليه. فقدت اعز الاصدقاء واعز الزملاء، وبدايته كانت وياي في اول اعماله، يعني دوامه، والله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويكتب له كل الخير والفن اللي عمله في ميزان حسناته. احنا بنقول الدوام لله، بس الدوام لله، الدوام لله. واحنا بنشكره على عطائه الفني وعلى حاجات كتير عملها حلوة، الله يرحمه. الحقيقة احنا فقدنا نموذج لفنان محترم، مثل أعلى يحتذى به فعلا في هذه المهنة، أخلص لها وأخلص لأعماله، وانتظرنا كل عمل من أعماله، وقدم أدوارا وطنية ستبقى إن شاء الله. البقاء لله. فنان رائع على المستوى الشخصي، لا يعوض، الله يرحمه ويصبر ولاده ويصبر ملايين الجمهور اللي بيحبه. الله يرحمه ويرحم كل الناس يا رب إن شاء الله. وفقدنا حد كبير، يعني رمز عظيم جدا. يعني بقى لله، بقى لله. أنا بعزي مصر والوطن العربي كله. طبعا فنان كبير الله يرحمه، ومصر كلها زعلانة عليه، وأنا متضايق عليه جدا، بس يعني ربنا يصبرنا ويصبر كريم ومحمد ولاده. نقدر نقول إن احنا خسرنا أحد أعمدة الفن، الحقيقة خسارة كبيرة يعني، بعد الأستاذ نور الشريف كمان، يعني ضربتين جامدين، إنما ما يغلوش على اللي خلقهم يعني. محمود عبد العزيز قيمة كبيرة جدا، يعني اختفت فجأة بصدمة كبيرة لنا وللجمهور، بس لكل أجل كتاب، يعني بقاء لله. الله يرحمه، كان فنان وصديق، وأنا اشتغلت معاه آخر مسلسل، وكان نعمة الأخ، معرفة 40 سنة. الله يرحمه ويغفر له. ادعوا له يا جماعة، ادعوا له. البقاء لله، ربنا يصبر قلبه. انت فقط يمكن سنة واحدة ثلاثة من أهم الممثلين، نور الشريف وعمر الشريف ومحمود عبد العزيز، الله يرحمه. وللأسف الشديد أنا بقول أن الفن المحترم بيروح. ربما يكون العزاء يعني أنه محمود عبد العزيز إذا كان رحل بجسده فهو موجود وأعماله موجودة، وسنشعر دائما بأنه محمود عبد العزيز له عمر آخر وعمر ثاني من خلال أعماله الفنية اللي هتظل موجودة وباقية، وهنتفرج عليها كتير. يعني رحمة الله لي محمود عبد العزيز، كان فنان عظيم جدا وكان صديق عمري. ربنا يا رب يصبر أهله. ما زال من الناس الأكثر الناس اللي بيشحنونا وطنيا وقوميا بالمسلسل العظيم الخالد رأفت الهجان، يعني فخسرته خسارة لا تعوض طبعا.